من الصبح كده؟ مع السلامة، مع السلامة. شي شي، مع السلامة. مفيش مدرس اسمه عبد السلام خفاجة؟ اسمه ايه؟ اسمه عبد السلام خفاجة. عبد السلام خفاجة. ايه تعرفيه؟ هو بيلبس بدلة وجرافات مفنكشة. ايوه. وفي طولك وفي عرضك كده تقريبا. تمام. واسمر ودمه خفيف مش كده؟ هو ده بالظبط. معرفوش. لا تعرفيه. باين في عينيكي انك تعرفيه. اعرف لكن مش هدلك عليه. ليه بس؟ ده انا غلبان ومسكين. حرام تعمل نفسك اخرس. احرم ورايا. رايح فين؟ انت رايح فين يا مجنون؟ اطلع قدام شويه. لا 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 يا مجنون. يا ايدي حاجبك كده. كنت عايز اركب وراكي. مش انت اللي قلت لي اركب ورايا؟ تمشي ورايا مش تركب. انت ايه؟ انا احمد ابو العز، جاي اقضي الويك اند في الفيوم. تقوم توقعني؟ ما انا كمان وقعت. احنا الاثنين وقعنا في بعض. اسم حضرتك ايه؟ ليلى البرجاوي. الله، عاشت الاسامي يا مدام ليلى. انسه. انسه. ايه ليه ليه كده؟ ليه ليه؟ ده انا غريب وتايه. دلوني اهل الثواب. سيبي اللي جاب. هتجري مني ومش هعرف اروح لعبد السلام لوحدي. لا ما تخافش، همشي بشويش. ده كلام رجاله. ورايا. وراكي تاني. قولي له ضيق خطوته شويه. قول له انت، بالتأكيد هيفهم كلامك. على مهلك شوية يا صاحبي. بصراحة بلدكو دي في منتهى الجمال. ما كنتش أعرف إنها حلوة قوي ولا بالجمال ده كله. متهيألي مش هسيبها أبدا. انت ما بتردش ليه؟ نفسي أطمن. إحنا هنتفق سوا ونبقى حبايب، ولا أنت مشغول بغيري؟ ومادام مفيش في حوافرك دبله، قصدي في صوابعك دبله، يبقى ايه المانع انك تكون حبيبي وانا حبيبك؟ ها؟ ما بترديش ليه؟ يا حياتي؟ ما بترديش ليه؟ ايه؟ خليك هنا يا برح، اوعى تمشي. ها؟ ايه؟ في حاجة؟ طب قوم قوم عشان تحرم تعاكس بنات الناس. مش هحرم. يا سلام. طب امشي. على مهلك. اتسند عليا. وصلنا بدري كده ليه؟ انت ما تعبتش؟ معقول اتعب من الهنا اللي انا فيه ده؟ يا حماده! حماده! صاحبي اسمه عبد السلام خفاجه مش حماده؟ حماده ده يبقى اخويا. والله عال قوي، ده احنا نبقى قرايب. اصل انا وانا صغير كانوا بيدلعوني بحماده. يا سلام. يا حماده! يا حماده! انت يا ولد يا مقصود الرعب! يا حماده! انا ولي يا ولد مسعود ابن عمي، انما اللي بتنده
يا ريت اشوفك تاني. ليه؟ ليك اصحاب تانيين عايزني ادلك عليهم؟ من لقى احبابه ونسى اصحابه. يعني كمان ليك حبايب في الفيوم؟ حبيب واحد اتعرفت عليه النهارده. نعم يا أم. الأستاذ أحمد صديق الأستاذ عبد السلام. شايل معاك جورنال أنت كمان؟ آه، ليه؟ أصل الأستاذ عبد السلام ما بيشيلش عينيه من على الجورنال. آه، أصله بيحب ال ما أنا عارف. عارف إيه يا ولد عيب؟ بيحب الثقافة. أوي أوي، اتفضل أهو. أنا همشي بقى، سعيدة. ليه؟ يلا يا برا. بقول ايه؟ لو تاه مني عبد السلام الاقيكي فين الساعة كام؟ يتوه ايه يا استاذ؟ ده يتوه البلد. مع السلامة. انت تعرف ليلى منين؟ تعرفها منين ها؟ اما ليلى الذوق صحيح. طب قول لي الحمد لله على السلامة، انت ايه اللي جابك؟ يا باي على المقابلة اللي زي الزفت يا باي. والله يا اخي البت دي اكرم منك. ولا اعرفها ولا تعرفني وجابتني وراها لغايه هنا. وراها؟ ايوه. ونشفوك وانت وراها؟ ايوه. وعرفوا انك صاحبي وانت وراها؟ ايوه. وبتقول ايوه كمان. الله. وبتقول ايوه كمان. وبتقول ايوه. الله. وبتقول ايوه. وبتقول ايوه. اهدى يا عبد السلام، حرام لا تموت في ايد نفسك. اللي جيت وراها دي بنت عمي مسعود البرجاوي اللي عايز يتجوزها. اللي حاكم عليها قافل الشباك اللي بيطل على شقتها. اه. اه، مره شاف واحد يبص لها فقعلوا عينيه الاثنين. الاثنين؟ اه. ودلوقتي يا ولد ده ماشي بعكاز. ده في يوم ضرب 20 نفر عشان خاطرها. عشان خاطرها؟ اه. بقى شقطهم لبعض زي ما يكون بيلعب كوره. وبيلعب كاراتيه، شوف الحلاوه. يعمل كده يوقع اربعه، يعمل كده يوقع خمسه، يعمل كده يوقع سته. وبيقسم وشغال. ولا عاوز تخوفني عشان ابعد عن بنت عمه؟ وشرف الاخوه والزماله والطفوله المشرده ان كل كلمه بقولها عليك يا مسعود صح. خدها من قصير وارجع مصر اتكل. يا نهار اسود، مسعود جه، مسعود جه، مسعود جه. ايه اللي معاه دول؟ ما هو عنده مكتب سياحه. حلو. حلو قوي وكبير، في انتيكات واتوبيسات وجمال وحمير. جميل. هو ايه ده اللي جميل؟ هنبقى اصحاب 100%. مسعود بيه راح فين يا مجنون؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمك. ان شاء الله تكون اتبسطت في الرحله قوي. مسعود بيه. ايوه. اه، انا احمد. اهلا احمد بيه. اهلا. اهلا وسهلا. احمد مين؟ احمد مين؟ احمد ابو العز. اهلا ابو العز. اه ابو العز. اهلا اهلا، شرفت. ابو العز مين؟ بدون ازعاج ممكن اكلم سيادتك كلمتين؟ اتفضل. انا عندي زباين مهمين قوي، بنتين اجانب، ديانا وماريا، هم منتظرين في الاوبرش، وكان عندي عشم ان مكتب سيادتكم العظيم الخبره هو اللي يفرجهم على معالم الفيوم الاثريه. انا ومكتبي تحت امرك. الله يخليك. ولد ربيع هاشم. نعم يا مسعود بيه. هات العربيه وخد احمد بيه وديه الاوبرش. ايه؟ لا 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 لا، انا عندي مشوار مهم. يروح هو، هتلاقيهم في اوضه 38. ها، هتعرفهم لوحدك لانهم اجمل بنتين هناك. يبقى خليك انت يا هاشم، انا اللي هفسحهم بنفسي. اه.